السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من غزة العزة، من أرض الفداء والثبات، من أرض الصبر والاحتساب والرضا بما قسم الله عز وجل. نبرق بهذه الرسائل ونرسل هذه المسلمين، لا ندري لعلنا لا نلقاهم بعد عهدنا هذا، فنسأل الله أن تكون هذه الكلمات حجة لنا لا علينا. أما الرسالة الأولى فنقول للمسلمين إننا موحدون مسلمون راضون بما قسم الله عز وجل، لا نعترض ولا نقنط ولا نيأس من روح الله، وموقنون أن الفرج قريب عاجل وسيأتي من حيث لا نحتسب. قال الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، والله إننا لنزلزل، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. ونحن والله قد مستنا البأساء والضراء وأصابنا زلزلة في قلوبنا وفي نفوسنا، ولكننا لم نقنط من رحمة ربنا. قال الله: ولا تيأسوا من روح الله، لم نيأس، من سبق رحل إلى ربه نحسبه في الشهداء، ومن بقي ينتظر فرجا قريبا، وما ذلك على الله بعزيز. أما الرسالة الثانية، أنت يا من تسمعني تستطيع أن تنصرنا ولو بالدعاء، فالدعاء سلاح المؤمن، لا تستهينوا فيه. إن كنت غير قادر أن تقدم شيئا كبيرا يعذرك الله به يوم القيامة فليس أقل من الدعاء. اجمعوا أطفالكم حولكم وادعوا لنا، ادعوا لنا في سجودكم، تصدقوا وادعوا، قدموا بين يدي الله وادعوا لنا، فإننا بأمس الحاجة للدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يشتد فيه الكرب يرفع يديه إلى الله ويدعو ويدعو وهو موقن بالإجابة. الثالثة، نريدكم أيها المسلمين يا من تسمعون هذا المقطع، أوصلوا أصواتنا للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فما زال في الأمة نيام ينتظرون الأبابيل تأتي، والله لربما لو أتت لقذفتنا وقذفتهم بالحجارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انشروا ما يجري عندنا، انشروا أخبارنا، صور أطفالنا، المقاطع التي تخرج، هذه الأنقاض التي أصبحت في كل مكان، فلا مكان آمن في غزة. بنايات، مربعات سكنية سقطت على رؤوس ساكنيها دون حتى سابق انذار، وأناس من إخواننا وأحبابنا قد تم شطبهم من السجل المدني في عائلة واحدة 100 شهيد، وفي عائلة 50، وفي عائلة 40، ومنهم من ينتظر، والله المستعان. لا نقول هذا الكلام إلا لعلكم تجدون عذرا غدا يوم القيامة، تجدون عذرا بين يدي الله، سيسألكم الله ماذا قدمتم للمسلمين، هل الدعوات تحتاج إلى حدود وسدود، هل خروجكم في الشوارع تنادوا الناس وترفعوا أصواتكم، تذكروا الآخرين وهم نيام، على الأقل تعذروا أمام الله عز وجل سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله غيره أن هذه المحن ستنقلب إلى منح، وما بعد هذه البلايا إلا عطايا، وسيبزغ الفجر رغم هذا الظلام، فقد اشتدت وطال ليل الظالمين، وقد تأذن الله سبحانه وتعالى أن ينصر عباده ولو بعد حين. والله لقد مات في هذه الأحداث خيارنا، سبحان الله، في كل عائلة يرحل خيرة أفراد هذه العائلة، انتقاء واصطفاء، والحمد لله رب العالمين. لا أريد أن أطيل عليكم، أحبكم في الله، أوصلوا رسالتنا، أوصلوا أصواتنا، دماءنا الجارية على الأرض تستحق منكم سعيا حقيقيا، أخرجوا من دائرة التواصل الاجتماعي، فعلوا الأمر بشكل أكبر، والدعاء وصية بيننا. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم صبرنا وثبتنا واكتب لنا حسن الخاتمة، واجعلنا في عبادك الصالحين الأبرار، في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لقاؤنا ربما يكون في القدس كما قال من سبقنا، أو في جنات عدن هناك حيث لا فراق ولا غياب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.